السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في خبر جديد. سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز. وقال بوريطة في تصريح للصحافة عقب محادثته مع الأمين العام بتعليمات ملكية سامية: قمت بتسليم رسالة خطية من الملك إلى أنطونيو غوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية. وأضاف الوزير أن الملك تباحث أيضا مع غوتيريز خشية تدهور الوضع في بئر الحلو وتفاريتي أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للقرقرات، مشيرا إلى أن الملك حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة. وتابع بوريطة قائلا: إن الملك حريص على التوضيح لغوتيريز أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتقوض بشكل جدي العملية السياسية. وأردف أن الملك ذكر في مباحثاته مع الأمين العام بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 سنة تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة، إن الجزائر هي التي تمول والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو. وسجل الوزير أنه انطلاقا من ذلك طالب المغرب ويطالب دوما بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قد حل بالعاصمة واشنطن، حيث استقبل من قبل وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة جون سوليفان. وأعربت واشنطن عن التزامها بجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي لأزمة الصحراء، حيث أكد بيان للخارجية الأمريكية عقب اللقاء التزامها بجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وسلمي مستدام ومقبول من الطرفين لنزاع طويل الأمد في الصحراء. وورد البيان أن سوليفان وبوريطة تناقشا في العلاقات الأمريكية المغربية الثنائية والقضايا الإقليمية بما فيها جهود تحقيق السلام الإقليمي.